بلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. اتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو اسمه interrupted sleep. interrupted sleep يعني النوم المتقطع. النوم المتقطع ده مشكلة، هي ممكن ما تكونش مرض بسبب مرض، إنما مشكلة بسبب عادات أو ظروف معينة ليست مرضية، وقد تكون بسبب مرض. وهو مشكلة لأن بيعاني منه ناس كتير في فترة من الفترات، يكاد يكون ما فيش شخص لم يعاني من مسألة النوم المتقطع، أو نقول النوم المضطرب، في فترة من فترات حياته. بداية تعرف على إيه هو النوم المتقطع، يعني تعريف النوم المتقطع. النوم المتقطع هو النوم الذي يتخلله فترات استيقاظ أثناء النوم. الواحد يروح ينام، المفروض ينام 7-9 ساعات، يبقى النوم غير متواصل، إنما كل ساعة كل ساعتين يقوم لسبب من الأسباب وينام تاني. ده اسمه النوم المتقطع، ده التعريف بتاعه. طيب هو النوم المتقطع ده مشكلة؟ مشكلة هامة جدا جدا، ولازم الإنسان الذي يعاني من هذه المشكلة إن هو يحلها. إيه مشكلة النوم المتقطع ده؟ يعني لماذا يعتبر النوم المتقطع مشكلة صحية هامة؟ لو احنا كنا عارفين ان النوم الطبيعي المستمر هو امر حيوي جدا جدا، على اساس الانسان او الشخص تريح ويجدد نشاطه لليوم التالي، دي اول حاجة، ولازم ينام من 7-9 ساعات، دي تاني حاجة. تالت حاجة، اكتر الاشخاص اللي بيعانوا من النوم المتقطع لا يستطيعون النوم الفترة الساعات المطلوبة اللي هي من 7-9 ساعات. ده بيؤدي الى مشاكل عاجلة ومشاكل آجلة. مشاكل عاجلة اللي هي في اليوم التاني، من مسألة ان الواحد تاني يوم يبقى فاقد القدرة على التركيز، مجهد، مرهق، ربما تنتابه نوبات من النعاس. تخيلوا يعني واحد ينعس، طالب بيدرس وينعس وهو في المدرسة، موظف ينعس في المكتب بتاعه. أظن الحكاية دي بتحصل كتير، يعني بتحصل كتير. الناس اللي ما بتنظمش انهم هيروح الشغل ينام له على المكتب. المصيبة بقى لو هو مثلا بيشتغل سواق زي بتوع الشاحنات وينام وهو سايق، يعني ممكن يعمل حادثة ويبقى مصيبة كبيرة. النوم المتقطع هو بالرغم ان في بعض الامراض بتؤدي الى النوم المتقطع، ايضا النوم المتقطع بيؤدي الى سوء حالة هذه الامراض. يعني علاقة متبادلة، في امراض بتؤدي الى حدوث النوم المتقطع، والنوم المتقطع نفسه يؤدي الى زيادة هذا المرض وزيادة خطورته وتطوره الى الاسوأ. يبقى من كده نفهم ان موضوع النوم المتقطع ده مش موضوع سهل، يعني مش موضوع سهل، وخصوصا انه لو متكرر. يعني لو حصلت اليوم لظرف من الظروف، يعني اهو اليوم التالي الواحد هيعاني لكن حياته مستمرة، مفيش مشكلة فيما بعد. لكن لو هذا النوم المتقطع ده متكرر لفترات طويلة، يؤدي الى مشاكل وامراض يعاني منها الشخص، او سوء امراض يعاني منها الشخص لفترات طويلة. طيب نيجي بقى، اذا كنا احنا بنتكلم عن النوم المتقطع بسرعة، عايزين نعرف النوم الطبيعي كم ساعة وايه وضعه. النوم الطبيعي لازم يتميز او يكون في صفتين، صفة النوعية وصفة الكمية. النوعية يعني يكون نوم صحيح مريح ومتواصل، ادي النوعية. الكمية يكون نوم من 7-9 ساعات يوميا وفي توقيت الليل. ثلاث صفات. يبقى النوعية نوم مريح متواصل، الكمية 7-9 ساعات، التوقيت أثناء الليل ومش النهار. إيه هي بقى الحالات اللي هي في بينها وبين النوم المتقطع تبادل؟ يعني الحالات دي تؤدي إلى نوم متقطع، والنوم المتقطع يؤدي إلى سوء هذه الحالات. أمراض القلب والأوعية الدموية دي كلها ممكن تؤدي إلى نوم متقطع، والنوم المتقطع يؤدي إلى زيادة سوء المرض. مرض السكري، أنا بتكلم بسرعة قوي،
يعني مجرد ملخص شديد، واللي يحب يبقى يشوف الموضوع بالتفصيل يبقى يشوفه على الموقع بتاعي arafili.com، المقال موجود. يبقى عندنا أمراض القلب والأوعية الدموية، علاقة متبادلة بينها وبين النوم المتقطع، مرض السكري، مرض أنا بسميه مرض أو هو فعلا مرض السمنة وزيادة الوزن، اضطرابات الهرمونات، خلل في الهرمونات، والمناعة، نقص المناعة أو اضطراب الجهاز المناعي. كل دي حاجات بتؤدي، هي تؤدي إلى نوم مضطرب أو متقطع، والنوم المتقطع لما بيحصل بيزيد من سوء الحالة هذه. النوم الطبيعي مهم جدا، لأنه النوم الطبيعي ده يؤثر أو مهم جدا لأداء كل عضو من أعضاء الجسم ولوظيفته. يعني النوم مش احنا بننام عشان نعسانين، لا، ده احنا بننام، هو غصب عنك بتنام، لانك انت لو ما نمتش الشخص لو ما نامش هيموت في النهاية، الاجهزة بتاعته مش هتشتغل. فبالتالي النوم ده عشان كده يقول لك ايه، النوم في الامثلة بنقول ايه، النوم سلطان. لما يجي عليك النوم ما تقولوش لا، نام. يعني انت لو سواق على سفرية طويلة وجالك النوم لازم تركن السيارة وتنام لك شوية ترتاح وتستعيد نشاط. أثناء النوم أو النوم الطبيعي هو عبارة عن مراحل، المرحلة بتاخد حوالي ساعة ونص، أو يعني ما بين ساعة ونص إلى حوالي ساعتين. المفروض أن أنت المراحل دي تكررها حوالي 4 مرات، فإذا تاخد نوم 7، عشان كده بنقول من 7 إلى 9 مرات. المراحل دي فيها حاجة اسمها موجات، يعني النوم عبارة عن كذا موجة اللي بتكون المرحلة من المراحل الأربعة اللي احنا هننامهم، أو الثلاثة لو الواحد هينام 6 ساعات. هذه الموجات بيتم فيها وظائف حيوية داخل الجسم مهمة جدا جدا عشان الواحد يعرف يكمل حياته في اليوم التالي. بتبتدي من المخ وغسيل المخ، إزالة المواد، إزالة المواد المؤكسدة داخل الجسم، داخل المخ، اللي بتتكون أثناء نشاط الواحد طول النهار. بتتكون هرمونات برضو أثناء النوم، من أهمها هرمون التستوستيرون. فاكرين احنا بنتكلمنا لما تحب تزيد هرمون التستوستيرون من ضمن الحاجات، النوم الصحي المتواصل المريح اللي بتكون هرمون ذا التستوستيرون، بتكون هرمون ذا الجروس هرمون. يعني انت في أثناء النوم بتدخل ورشة صيانة، بس ورشة يعني زي العربية، بس العربية انت بتدخلها ورشة صيانة يمكن كل شهرين كل 3، او لما تعطب. لا، النوم بقى ورشة صيانة يومية، لازم اخر النهار بالليل تخش هذه الورشة عشان تتم لك عملية التنظيف والاصلاحات اللي انت محتاجها عشان يرجع جسمك تاني يوم طبيعي. ولذلك تلاقي الإنسان اللي ينام نوم مرتاح يصحى الصبح نشيط وعنده قابلية للحياة. اللي ينام نوم مش مريح متقطع أو قليل يقوم الصبح يعني وشه مكشر وقرفان وطهقان. فالمهم النوم في منتهى الأهمية. نيجي بقى لأسباب النوم المتقطع، يا إما أسباب مرضية نتيجة بعض الأمراض وبعض الأدوية اللي بتتاخد لعلاج بعض الأمراض. الأمراض، في أمراض بتؤدي إلى أن الإنسان محتاج يتبول بكثرة، زي تضخم البروستات الحميد اللي بيجي للرجالة كبار السن اللي زي حالاتي. هيعمل إيه ده؟ بيحتاج يتبول أثناء الليل، فبيقوم 4-5 مرات. الأمراض اللي فيها ألام، الواحد ينام بالليل ينقح عليه الألم، يصحى يتحرك وهو نايم يشدد عليه الألم فيصحى. الأمراض التي بها يحدث لها ضيق تنفس، ولذلك قلنا من شوية الأمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز التنفسي، كل هذه الأمراض بتؤدي إلى أن النوم يبقى متقطع، الواحد غصب عنه يصحى بالليل. بعض الأدوية، مثلا الواحد اللي عنده ألم مبرح أثناء من مرض معين زي مرض الروماتويد، مرض النقرس الجوت، الواحد عنده ألم فبياخد مسكنات الألم عشان يروح الألم. مسكنات الألم في معظمها بتؤدي إلى اضطرابات النوم والنوم المتقطع وما نسميه إحنا إنسومنيا. تلاقي الشخص كان النهاردة بيقوم بالليل كذا مرة من الوجع،
النهارده بعد ما خد العلاج الوجع بقى كويس، بس بيقوم مش عارف ينام، بيصحى بسبب الادويه. طبعا في حاجات نفسيه، الارق، التوتر، الواحد عنده مشاكل وقلق وتوتر، فتلاقيه بيفكر كتير اثناء النوم، ينام ومخه في المشاكل اللي هو فيها، فما بيعرفش ينام او يصحى كتير، او تجيله كوابيس اثناء النوم. في حاجات اخرى، دي بقى حاجه سهله ممكن نتغلب عليها، اللي هو ايه؟ النوم غير المريح، عدم الراحه اثناء النوم. الواحد نايم مش مرتاح. يعني ايه نايم مش مرتاح؟ الفراش مش مريح، الاجواء المحيطه مش مريحه، يعني اضاءه شديده، واحد نايم في عنده في البيت فرح ولازم ينام، فمولعين الدنيا كلها نور، الضوضاء الشديده، الفرش نفسه مش مريح. درجه الحراره، واحد نايم في الجو حر زياده عن اللزوم، برد زياده عن اللزوم، الامور دي كلها ممكن تؤدي الى ان الواحد يبقى النوم بتاعه متقطع وغير مريح. ده كده عن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى النوم المتقطع، وعلاجها معروف، العلاج علاج السبب. يعني مش إنك تاخد منومات، أنت لو هتعالج النوم المضطرب المتقطع بإنك بتاخد منومات زي الفاليوم والحبوب المنومة، أنت بتزود المشكلة بصراحة، بتزود المشكلة عليك. لكن العلاج الحقيقي هو انك انت تعالج السبب، لو مرض بتعالج المرض، لو عادات زي ما احنا شرحنا كده، نوم غير مريح، حضرتك بتلعب رياضة قبل النوم تلعب لك، او اشتغلت قبل النوم شغل اجهد جسمك فعمل لك الام في جسمك ومش عارف تنام، الحاجات دي كلها بتتجنبها. طبعا شرب السوائل، تشرب لك مية كتير، في ناس كده قبل ما يخش ينام يشرب له كوبايتين مية، هتروح فين الميه؟ عايز يقوم بالليل عشان يتبول. اللي بيشرب قهوه، القهوه معروف انها مضره، تضر البول، يعني تزيد من كميه البول، كل هذه الامور تقدر نتجنب. ده كان موضوع عن النوم المتقطع او اضطراب النوم او interrupted sleep. الكلام ده كله ممكن حضراتكم تقروه بالتفصيل في الموقع بتاعي، اللي يقرا الموضوع ويحب يسال سؤال اهلا بيه وسهلا. كل المطلوب من سعادتك ان انت تروح على الموقع arafili.com وتقرا الموضوع، واذا قريت الموضوع عندك سؤال حوالين هذا الموضوع بتحطه تحت الموقع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش طبعا في البث بتاع يوم الاثنين، احنا البث عندنا اثنين وجمعة، وباذن الله مستمر البث طالما ربنا كاتب لنا العمر. يوم الاثنين والجمعة البث على قناة الدكتور هلال هتكون الساعة 9 صباحا بتوقيت مصر، 10 صباحا بتوقيت الفلبين، 10 صباحا بتوقيت السعودية، أسفين، 9 مصر 10 السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.